الحقيقة عايزة أبدأ معكم التاسعة اليوم بموضوع بيهمنا كلنا وهو الاقتصاد المصري. ربما يكون الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات العالم مرونة، وذلك خلال السنوات الأخيرة رغم ما مرت به من تحديات داخلية وخارجية وإحنا كلنا متابعينها وعارفينها، وأيضا هناك تداعيات كتير كانت خاصة بجائحة كورونا اللي أثرت بشكل كبير على مختلف اقتصاديات العالم. المؤشرات كمان أكدها وزير المالية دكتور محمد معيط من خلال ما أعلنه من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، وده أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي. وكان لفت أيضا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020 و2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتسجل 1.6 تريليون جنيه. طبعا الخبر ده بيبقى مهم لأنه لما بنسمع بأنه في أي أخبار خاصة بالاقتصاد المصري بيبقى فيها نوع من أنواع كده الأريحية زي ما بيقولوا، وطبعا الأخبار بتاعت الاقتصاد المصري مش بس بتبقى معلنة داخليا، ولكن كمان عارفين أنه الشركات العالمية عينها كمان على مصر وهي نفسها بتقدم تقارير بشكل دوري. خلينا نروح لهذه المداخلة مع الخبير الاقتصادي ودكتور مصطفى بدرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل جمهورنا يا رب طيب. وانت طيب وبألف خير. أنا دايما أحب كده أرجع لك وناخد وندي في موضوع الاقتصاد، فقول لي هذا الخبر كده اشرحه لنا بشكل سريع كده، محتويات الخبر وشوية طمأنة من حيث الاطمئنان على الاقتصاد المصري. اولا بيسعدني ويشرفني ان انا اكون مع حضرتك وفي التلفزيون يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. خلينا نقول يا فندم ان تصريحات السيد وزير الماليه طبعا بعد موافقه البرلمان على الحساب الختامي للعام 2021، يعني السنه اللي هي انتهت خلاص، اقرها البرلمان الدوله فندم اللي هو الجهاز الحكومي، يعني السيد وزير الماليه وصف ازاي السياسه الماليه اللي هي مرت في جائحة كورونا، وطبعا الصدمات الاقتصادية اللي هي جات لنا من العالم أثر تداعيات جائحة كورونا. مثال على ذلك إن إزاي الدولة حافظت على إن يكون عندنا فائض أولي، يعني إن إحنا النهاردة ما يكونش في عندنا نوع من أنواع الإنفاق الكبير، ولكن إن إحنا اتبعنا سياسة الإصلاح اللي هي بتنتهجها الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على طول. تمام. وطبعاً ده بالنسبه لنا ان الدوله بتقول ان هي بتحسن من الموارد من الايرادات بتاعتها يعني، وبتحاول ترشد الانفاق. يمكن تمام. اكيد حضرتك كل هتلاقي كل يوم كده الحكومه بتقول لك ايه؟ مفيش سفر، مفيش تعيينات كتيره للناس، مفيش النهارده انفاق لاي حاجه جديده، اللي هو بنسميه الترشيد، يعني الترشيد للمصروفات داخل الدوله. وطبعا تمام. الحديث ده على كل يعني كل اجتماعات مجلس الوزراء والسيد الرئيس بيولي اهتمام بهذا الامر، وازاي ان احنا كمان نحسن الاستثمار. وطبعا السيد وزير الماليه بالامس يعني لما تحدث قال كمان ان العجز الكلي داخل الدوله في حدود 7.4%، ده شيء مطمئن الحمد لله. طيب حتى وقتنا الحالي. وهنا اسمح لي يعني دكتور مصطفى اقف عند النقطه دي ونشرحها أكتر، يعني إيه لما أشرح للمواطن يعني إيه يعني انخفاض العجز الكلي، يعني عايزة شرح أكتر في النقطة دي. بمنتهى البساطة يا فندم إن إحنا عندنا في الموازنة، الموازنة دي زي موازنة البيت بالظبط، أكن الإيرادات أو الموارد أو المرتبات بيبقى في المصروف، الناس بتصرف أكتر ما بيجي لها مستوى دخل، فبيسمي الفرق ما بين المصروف الزيادة والإيراد اللي بيجي لي بنسميه عجز. يعني بمنتهى البساطة يا فندم أنا مرتبي 10,000 جنيه بصرف 12,000 جنيه، بيبقى أنا عندي عجز كل شهر 2000 جنيه. تمام. هو ده المثال الرسمي للدولة. هو ده الانخفاض. طبعًا. هو ده الإنفاق بتاعنا، الدولة يا فندم عندها تقريبًا بتصرف حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، وبتجيب متحصلات تقريبًا 1.2 تريليون جنيه مصري. ففي بيبقى عندها دايما في حدود العجز تقريبا ما بين 400-450 مليار جنيه بتقترضهم من الشعب المصري. تمام. وده بنسميه السندات واذون الخزانه اللي احنا بنحصل عليه.
تمام. طبعا الامر ده هتقولي لي طب ايه الاستفاده من الناس ان لا، احنا انا هقوله لك كمان ب ب ب ب بصوره تانية، هقوله لحضرتك يعني كمان اتفضل. المشاهد البسيط اللي بيتابعنا في النهايه هو يعني ملوش علاقه بالارقام الكبيره، لكن عايز يعرف طيب لما يعرف ان في كلمه انخفاض بتدي راحه، فهل كلمه انخفاض بتعود بعد شويه يعني تاثيرها يشعر بيها المواطن في خدمات، في اسعار، في اشياء، يعني المواطن بتعود عليه ازاي؟ طب خلينا نقول يا فندم، ما هو بيعود على المواطن ده من جراء الصدمه الاقتصاديه عن ازمه الحرب اللي في اوكرانيا وفي روسيا. صحيح. لما الاسعار ارتفعت يا فندم، راحت الدوله بسرعه راحت مطلعه من الفائض اللي عندها وقالت لك بدل ما ندي المرتبات 1.7 الجاي هنحسنها، لا خليها 1.4. صحيح. الفلوس دي يا فندم النهارده دي مليارات جابوها من الدوله. طبعا. جابتها ده من وعي من الفائض. الدولة انها تعمل يعني توزن الموضوع على طول، يعني اول ما يبقى بالضبط. في خطر وممكن يضر المواطن فيبقى في موازنة على طول سريعة علشان المواطن ما يتأثرش قوي بالأزمة الروسية الأوكرانية. مظبوط. طب وايه الحاجة التانية؟ غلى الأسعار يا فندم النهاردة الدولة عملت إيه؟ استبقت الأحداث وبسرعة راحت جايبة مزيد من السلع الاستراتيجية وابتدت صحيح. تحطها في السوق. صحيح. النهارده الحمد لله حضرتك والعالم كله بيشهد لينا ان مفيش سلعه واحده ناقصه في الشهر الكريم. دي حقيقة. واحنا خاصة ان احنا في موسم ربنا اكرمنا، موسم رمضان وموسم اعياد اخواتنا كمان في الوطن. صحيح. اخواتنا المسيحيين كمان. صحيح. العيد عندنا، ففي زياده في الاستهلاك، ده امر طبيعي جدا، الناس بتفطر وكمان عندنا العيد كمان ان شاء الله عيد الفطر. ففي صحيح. اقبال على السلع، صحيح. احنا السلع الحمد لله عندنا النهارده. استهلاك عظيم يعني، بالضبط. ولكن الحمد لله اعتقد كمان ان المبادرات اللي قدمتها الدوله طوال الشهر الكريم ما خلت يعني المواطن ما يشعرش باي ازمات من اي نوع. طبعا. وتشوفي حضرتك النهارده الدوله سبقت قبل رمضان ب 10 ايام ونزلت السوق النهارده كل السلع اللي حضرتك بتشوفيها، ما فيش اي عجز في اي سلعه سواء صحيح. تموينيه او لحوم او صحيح. حتى اي سلع استراتيجيه من الناس بتحتاجها. صحيح. سواء بقى كمان بترول او غاز او ما شابه ذلك. ده فضل من ربنا حتى فندم ده كمان اكيد ان احنا اكيد عندنا والله، طاقه من يعني طاقه. نتمنى الخير، وانا اتمنى يعني كل اسبوع لما بنلتقي في التاسعه يكون دايما عندنا اخبار تهم الناس وتكون اخبار عامه بشكل عام يكون فيها يعني اي تحسن او اي اطمئنان على وضعنا الاقتصادي. انا بشكر حضرتك جدا خبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدره. طبعا زي ما سمعتم المواكبه اللي موجوده هي مش موجوده بس في مصر، المواكبه دي مواكبه الوضع الاقتصادي موجوده في العالم كله، فانت هتلاقي في كل نشرات الاخبار العالميه هتلاقي دايما تقرير عن الوضع الاقتصادي وعن الفاتوره اللي بيدفعها العالم تجاه الازمه الروسيه الاوكرانيه، فطول الوقت هتلاقي الدول بتقدم حلول زي ما مصر بتحاول طول الوقت، وزي ما دكتور مصطفى قال ان كان في استباق يعني، والاستباق ده بيتم من دراسه الاوضاع، انت دايما عندك انه الدوله بيبقى عندها عين دراسه الازمه، والازمه ممكن تكون بعيده عنك بس انت هتتاثر بيها سواء شئت ام لم تشأ، لانه الاقتصاد العالمي في دايره واحده طول الوقت. فاعتقد انه هذا الخبر اللي قلناه لحضراتكم بانه انخفاض في العجز الكلي ده اعتقد من الاخبار الكويسه للاقتصاد المصري، ويمكن حتى كل الجرائد النهارده والمجلات الاقتصاديه الكبيره عامله تعليق على الاقتصاد المصري.